اسمحوا لي أيضا في هذا الصدد صياغة مجموعة من التوصيات ومجموعة من التوجيهات لإدارة هذا السياق الخاص والخاص جدا. أولا، تثمين البعد الإنساني لاستقطاب المواهب وتشجيعها لمواصلة تطويرنا وضمان استمراريتنا. ثانيا، الرهان على نقاط القوة لدى الأجيال الموجودة وتطوير التكامل فيما بينها. ثالثا، أخذ خطوة إلى الوراء والحفاظ على الموضوعية وتحليل كل وضعية بعناية من أجل إبراز الإمكانيات القادرة على اتخاذ أفضل الحلول وأحسن القرارات. رابعا، ولوج بشكل مناطق جديدة أكبر على الصعيد الدولي كما سبق وأن طرقت إليه، لا سيما من خلال تنويع خدماتنا ومنتجاتنا. La diversification de nos produits et de nos services. نأمل إلى توسيع وتنويع منتوجاتنا وخدماتنا. توقع جميع نقاط الضعف لدينا كذلك في مواجهة الأزمات التي تهددنا من خلال الاستمرار في تعزيز شبكة الشركات المصغرة، المؤسسات الناشئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين إلى آخره. مضاعفة العمليات الاستراتيجية التي تهدف إلى تزويدنا بالمزايا التنافسية مثل تطوير أو خاصة تطوير أنظمة المعلوماتية، إظهار التزام المؤكد اتجاه مسؤوليتنا كمرفق عام ومسؤوليتنا كذلك الاجتماعية والبيئية. بالرغم من أن المؤسسة تشتغل بمخططات متوسطة وطويلة المدى، إلا أنه يندرج التحضير ككل سنة كما تعرفون لمرور ذروة صائفة 2022 التي نتطلع هذه السنة لحوالي 17500 ميجاوات. في إطار الحفاظ على استمرارية الإدارة الجيدة لممارسات سون الغاز التي بدأها أسلافنا، ومع ذلك فإن التغيرات التي يشهدها العالم بشكل مستمر يدفعنا إلى أخذ هذا الواقع بالاعتبار وبجدية ومراجعة ممارستنا الإدارية. لذلك من الضروري أكثر في أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نراقب بيئتنا عن كثب من خلال الاستخدام المناسب للمعلومات المناسبة من أجل فهم أفضل للتوقعات واعتماد السلوكيات الاستباقية المربحة جداً.